نطلع نمشي وين؟ بشارع اسكندرون. وعندهم كان مدرسه، مدرسه بنات، ما اشوف ولا وحده هيك يا الله اكبر، شو هاي؟ طيرت لي عقلي، لحقتها، تركت رفقاتي ولحقتها. ايوه هيك لبين ما وصلت عرفت وين بيتها. ثاني يوم كتبت لها هيك رساله ودقيت لها اياها قدام، قامت ما اخذتها. صرت اكتب لها شعر لنزار اباني، شي زهور مجففه واضخ عطر وكذا، وازتهم الاوراق قدامها وما تاخذهم. عم قلت ايش يا ولد رح تساوي؟ حكيت مع اختي، قلت لها احكي لي معها. بتذكر اختك ما قصرت. ايه لك حكيت معها، حكيت معها ومشي الحال. بس اعترفت بعدين، هي اعترفت، اكتشفت انه هي طاير عقلها فيني كمان، بس ما كانت تحكي. لا يا ما كثير يعني، شوي شوي. ايش شوي؟ كثير كثير. ضليت تكتب لها يعني. استرينا شو رايك؟ روزان؟ ايه بابا. خليه يجي يبرك معنا. مين؟ اذا كان قريب من هون قولي له يجي يتعشى معنا. روحي. هو واقف برا على الباب. ايه خليه يجي يتعشى معنا، قولي له ابوي بده اياك. ده يلا. ويا سيدي هي الشغله اللي صارت، ومن عمك وكانت وحده يعني غير شكل. هلا رزي يا بو، شطلع حلوة لك، شدك حلوة لك رزي. عن جد طلعة حلوة؟ لك يا والله اش عم بمزح معك. طيب انت ايه جابك لهون؟ بصراحة اجيت اشوف الفستان، على قد ما حكيتي لي عنه قلت والله اذا بنام ما بشوفه بموت وبطق بقهري. ايه والله انك مجنون. طيب بكل الاحوال عمك اباس معرف انك هون، فادخل معي لجوا. شلون 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 يعني عرف؟ ايش عرفوا اني اجيت لهون انا؟ لك هاد بابا، هاد عمك اباسه، ذكي وحربوه وما بيخاف عليه. اي والله معك حق. ايه امشي امشي لك، خلينا نلحق نفوت قبل ما ي... طيب طول بالك، استنى شلون يسلم. ان شاء الله الف مبروك، كل سنه وانت سالمه. ايه ان شاء الله الف مبروك. تسلموا ايديك حبيبي، تسلموا ايديك يا ابو باسم، طول عمرك مزوي. بالبق لك استريحي. مدمدومه ايش بك؟ ما في شيء. لا يلا ايش بك؟ ما في شيء، بس حكى كلمتين باردين. ايوه ايش عامل لك في روحي؟ غزه؟ شكو ايش عامل لك فيه؟ لا بتعذب حالك. بتحكي وليه؟ والله اللي بيعكر لك مزاجك بفرمه. بتحكي؟ عليه صار. لك رزان والله خجلان كثير من ابوك انا. مو انت جاي كرمال تشوف الفستان علي؟ الا اذا بتبقى. والله لا اتبهدل. فوتي فوتي قبلي فوتي. مساء الخير. يا سالم استريح. يا سلام. صندوق الحبيب. بقى يا سيدي لما كنا خاطبين انا وامباسي صدف بنفس الفتره كان اليوبيل الفضي تبع جدكم الله يرحمه، بس يعني ما عزمني. بس ايش قد كان يحبك؟ وانا كمان كنت احبه، بس الله يرحمه لوعني كثير. امي شلحي جاكيتك مشان ما يتوسخ. بعدين ديانا ترى حط عينها على الجاكيت. ها يعني انت بتلبسي بالصيف وهي بتلبسه بالشتاء؟ لا لا هي بالشتاء وانت بالصيف، مو هيك قلتي لي؟ لا والله انا ما حكيت هيك. باسم خلصنا بقى حبيبتي، حتى لو قلتي تكرم عينك، غاليه والطلب رخيص، تكرمي يا روحي. تسلمي لي يا مرت عمو، الله يخلي لنا اياكي. الله يخلينا اياك يا مرت عمو. لك هذا الجاكيت
هديت اليوبيل الفضي شلون بدك تعيري اياه؟ وينك يا ابو؟ انت بس احتفلت انت ومرتك باليوبيل الفضي بتجيب له واحد اكوس منه. الله يرزقك. تسلم ايديك. الله يبارك فيكم جميعا. تسلموا. الله يبارك فيكم. الله يخلي لي اياكم يا رب. ان شاء الله كلياتكم بتكونوا باحسن حال وبسعاده دائمه. تسلم. الله يخلينا اياك. كل سنه وانت سالم. انت سالم حبيبي.